عاجل، هي الفكرة الرئيسية عامة ان هي بتتكلم عن فكرة الخبر الكاذب. هو خبر عاجل بس كاذب، هو مش حقيقي. كان تركيزي وانا بكتب المسرحية ان انا اتكلم اكتر عن فكرة الاخبار اللي بتطلع والاشاعات اللي بتطلع واحنا بنصدقها من غير ما يعني ما نتحرى الدقة عامة ان هي صح ولا لا. فبالتالي انا بنيت الفكرة كلها على مجرد كذبة، ان هو انا في شيء ما والناس كلها افتت ان هو خطر وبيهددنا وفعلا مشكله بتواجهنا، بس في الاخر هي كانت مشكله تافهه جدا. هي بقت فاكره المسرحيه عامه، طبعا كده حرقت المسرحيه، بس مش مشكله، انا بوضح الفكره اللي عايز اتكلم عنها. احنا عامه فريق مستقل، احنا معتمدين كل الاعتماد على نفسنا من حيث كل حاجه، فبنحاول دايما احنا نساعد نفسنا من حيث كل حاجه. فبالتالي بنحاول نكتشف الناس اللي عايزه تقدم حاجه ومش قادره تلاقي المكان المناسب لده. فكان اختيارنا للشخصيات ولكل كاركتر بناء على المناسب ليه كفيزيكال وكتاريخ شخصيه، وان هو يقدر يقدم الحاجه المكتوبه بانسب صوره، وان هو يبقى فاهم فعلا عايزين نوصل ايه بالظبط للجمهور. موجود احنا نصدق الخبر، هو عادي كلنا وارد يحصل لنا ده. فما بتفرقش ان هو انت جاهل او متعلم، غني او فقير، كلنا ممكن غصب عننا ناخد خبر يكون مش حقيقي ونصدق دوت بسبب ان احنا مش ما رجعناش وراه. بس هي دي الفكره كلها. انا معلمه في الحاره، فانا ست بقى بواجه بقى يعني نظرات الناس في الحاره، ازاي قادره ان انا اعيش في الحاره يعني وابقى معلمه وليا كلمتي يعني. هو من صغري وانا بحب التمثيل بس ما جاليش اي فرصه، فانا بحكم دراستي ان انا في الميديا يعني، فجربت حاجات كتير قوي يعني اذاعه وصحافه، فاتجهت للتمثيل يعني هو بجانب طبعا يعني الكارير اللي انا فيه. بحس ان انا بطلع فيه روحي يعني، ان انا بعمل حاجه انا بحبها، حاسه ان انا بثبت نفسي فيها يعني. فبدات المسرح، وشايفه ان المسرح طبعا بيبقى بدايه اي ممثل، لان هو نقطه قوه بيتعلم فيها مهارات يعني مش سهل اي حد يطلع في السينما مثلا يعمل. ازاي استعدينا؟ هو حبك اصلا ان انت تيجي بروفات تستعد نفسيا وذهنيا. الممثل الصح علشان يطلع بعرض لازم ان هو يعتبر ان ده شغل، مش ان هو رايح يعني عشان يقدر يكمل. فاحنا طبعا بالتزامنا في البروفات بنتعلم كل مره طبعا حاجه جديده، بنشوف اخطائنا فين. استاذ فاروق الفخراني طبعا يعني هو اخ لينا كلنا، يعني هو كفايه ان هو بيطلعنا بيوقفنا على المسرح، بيدينا الثقه، بيدينا ان احنا نبقى مصرين، عندنا اصرار، عندنا ثقه، مستعدين ان احنا ننجح نطلع للجمهور. فلا تعب معانا جدا جدا يعني، حابه ان انا اشكره يعني. والله العظيم بحب له الاغنيه الثانيه بتاعته وهو بيقول ايه، مش تهوي مش التاف يا اخويا دولابه يا دولابه يا عليك. دوري قبل ما اكون ممثل انا اخ ليهم كلهم، كلنا اخوات وفي ظهر بعض، ودوري طالع قهوجي في الحاره يعني، يعتبر قريب من الناس كلها في الحاره، ويعني اقرب حد لاي حد في الحاره. هو بالرغم من اي حاجه، هو المسرح اساس اي ممثل. يمكن انا ما اكتسبتش خبرات كتير، بس يعني على الوقت اللي انا اشتغلته فيمكن حاجز الجمهور والرعب والخوف ده يعني كسرته شويه، بس طبعا في كل مره بطلعها بكون قلقان ومتوتر، بس ان شاء الله يعني مع الناس اللي معايا نكون قدها باذن الله ونعمل حاجه كويسه. انا مشاركه في العرض كممثله، بعمل دور شخصيه اسمها زيزي، شخصيه مختلفه خالص عن اهل الحاره، جايه من بيئه تانية خالص، طبقه راقيه، وهتشوفوا بقى ازاي هي بتتعامل مع المجتمع الغريب عنها ده. الحقيقه هو فكره المسرح نفسها فكره يعني مهمه لاي ممثل مبتدئ، ان هو يبتدي يتعامل مع الجمهور بشكل
مباشر. دوري في العرض خبر عاجل المعلم حارة، معلم غباشي، معلم مش تقليدي شوية، ولكن هو معلم حابب الأهل الحارة كلهم. بتدور طبعا أحداث المسرحية والعرض كله أحداث متصاعدة شوية لحد لما بنعرف في النهاية إيه هو الخبر العاجل، وكل واحد عنده خبر عاجل في حياته بنشوفها فبنعرف إيه هو العرض. يعني حبيت المجال اكتر لما دخلت ودرست وتمعنت في المسرح، وانا المخرج المنفذ بتاع العرض ومساعد المخرج. احنا جمعنا القصة ده، يعني هو طبعا فاروق جمعه، بس احنا حصل معنا لخبطه وفي ناس كتير قوي اتغيرت، ويعتبر كان عندنا عرض وكده، وعرفنا ان احنا ايه نغير شخصيه كامله قبلها بيوم. فالحمد لله ان احنا وصلنا لكده، والحمد لله ان احنا اصلا عيله قبل ما نبقى كاست تمثيل وكده، واللي خلينا ان احنا ناجحين وان احنا حابين بعض وان احنا كلنا ايد واحده. الحاره في البدايه هي فيها جميع فئات المجتمع، فمن ضمن الفئات كانت الطبقه الارستقراطيه او طبقه رجال الاعمال اللي انحدر بيهم الامر لحد ما وصل ان هم رجعوا لمكان نشاتهم من تاني اللي هي الحاره الفقيره. طبعا بتمر الاحداث لحد ما بيمر حدث كبير اللي هو الخبر العاجل بتاعنا اللي بيجمع جميع السكان اللي في الحاره من تاني ان هم يجتمعوا ويكونوا على قلب رجل واحد لحل الازمه ديت. هي مفروض انها اترفضت من القناة وكده، وهي عايزة تستغل الحدث اللي حصل في الحارة بانها ترجع تاني بالقناة وكده. احنا هنا بنعتبر بعض ان احنا كلنا عيلة واخوات، مش بنعتبر ان احنا زمايل بنشتغل مع بعض، لا احنا بنعتبر ان احنا عيلة وكلنا وصحاب واخوات، وبنبقى خايفين برضو على شغل بعض. يعني مش كل واحد همه شغله بس، لا كلنا خايفين على شغل بعض، كلنا مش عايزين نحرق بعض، كلنا مش عايزين حد يبقى شكله وحش، فكلنا مع بعض. يعني ما انكرش لو متوتره شويه بس مبسوطه، يعني انا بستمتع باللحظه اللي انا بقف فيها على خشبه المسرح، فبالنسبه لي بتبقى بالدنيا. دوري طلع دور الحاج الراجل العجوز، اكبر واحد في الحاره، كبير سنا، تمام، بيحب يهزر مع كل، وفي نفس الوقت هو ما حلتوش حاجه، فعايش اللي هو ايه على يعني هات وبالك، يعني هات اي حاجه وبالك، عشر وبالك، بس هو الكبير هو الوحيد، مراته ميته وما عندوش حد هنا تاني غير هو بس لوحده في الحاره، هو ادم واحد في الحاره.